نتمشى. والله فكرة حيلة، يعني عشان خاطر كمان التمشية حلوة وناخد وندي مع بعض في الكلام. مش حلوة ولا ايه؟ هي الفورة من كام؟ فورة انت بتلعب كوتشينة. اجري. اجري ايه؟ يعني انا اوصل الكيلو كام عشان ابقى انا كسبت؟ اجري يا بوشكش. اجري؟ اجمل. لحد فين؟ ده انا خلاص هموت. اجري لغاية ما تتعب. ده انا بحتضر قدامك. ده انت شوية هتلاقي فانيلا وبنطلون بس بيجروا على العجلة قدامي. ايه في ايه؟ ضربت ايه؟ رجلي اتلوت. رجلي اتلوت؟ اه. مين زعلها؟ الحقني سندني وشلني. الحقني سندني وشلني التلاته مع بعض؟ الحقني سندني وشلني. انا مش قادر انفع، مش قادر انفع، مش قادر اخد نفسي. انا نفسي هيتقطع يا هانيا. اه. ايه اللي انت بتقوله لي في التليفون ده؟ يعني احنا هنفضل تحت رحمه الست دي لغايه ما تفتكر مين اللي كلمه بالتليفون؟ بعدين افرض انها مكالمه غراميه ولا اي قرف في النوع ده. يا رشدي بيه انا بجري ورا اي خيط يوصلنا للاسطوانه. انا هخلي الرجاله يربطوا قدام بيت الواد ده للست دي، وانا عشان مصالحنا ما تتعطلش هسافر بدل بوشكش اخلص صفقه اللعيب الجديد. لعيب ايه وزفت ايه؟ انت مالكش سفر غير لما تلاقي الديسك. بوشكش مش موضوعنا دلوقتي. خلاص يا فندم، بوشكش مش موضوعنا دلوقتي. العربيات البايظه دي يا ايه العربيات دي؟ ده بتسحب لوحدها وعفره ومفيش عربيات بتعمل عفره. هانيا ايه الرزق ده؟ ايه الرزق اللي عندكم ده؟ يا سويت ده انا ذاكرت هما اللي مستصدني. ما تكذبش عليا، ما تخلينيش امد ايدي عليك. يا والله مذاكر والمصحف مذاكر واخد جايزه احسن شاب في البني ادمين. حرامي في البيت. لحظه واحده، انت كل يوم ايه؟ استاذ بوشكش زميلي في الجيم. اوه
ده مؤاخذة يا استاذ. ايه ده؟ شفت يا زفت؟ خليك منظرنا زبالة قدام ضيوف، لكن حسابي معاك بعدين. هو لسه حضرتك هتتحاسب معاه بعدين؟ اتفضل يا استاذ بشاكش. بوشكش يا فندم، بوشكش حضرتك. ملايين بشاكش. ايوه، هو مين ابو حضرتكم فيه؟ يعني مين ابو التاني مين؟ ايوه طبعا. والله واثق من زورك، اتفضل حضرتك. يا بابا يا بابا. لا انا جاي لحضرتك بس كنت بامن على الباب. هو بابا بيشتغل ايه؟ دكتور مخ واعصاب. مجنون يعني؟ احترم نفسك. ما تنزل ايدك يا ابني. والله هي اللي مرفوعه تبجيل واحتراما لحضرتك يعني. قوم سلم يا زفت. حاضر. مش انت. حاضر. قوم. هاي دود واتس اب مان، كول مي 50 سنت سنت سنت. ما تجيب القناة الأولى فيها بني آدمين عن دول يا مسرور. مين مسرور ده؟ السياف بتاع القصر؟ سياف القصر عندكم هنا؟ العيلة دي ببقى عارف بالأشكال دي بيبقى سياف ليهم. سياف طباخ. الطباخ؟ حضر الغداء يا مسرور. حضر يا باشا. ده تسجيل كامل للحفلة من الكاميرا كنترول بتاعت الأوتيل. اوكي، هتفرج على الحفله من اولها لاخرها. شغل بس. ايوه جري شويه. ايوه زوم بقى. كمان شوية وجدت متعة غير عادية. الخروف باص في عينيا وأنا باصص في عينيه، وهو عارف إني هقتله ومش قادر يعمل حاجة. زنيت الخروف بالسل قبل ما يموت. ايه اللطيف اللي بقوله ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ما يضحكش اني ازر الخروف. استنى استنى ثانيه واحده. يا نهار اسود، انت قصد حضرتك انك كنت بتزر؟ انت عمرك ما ذبحت خروف قبل كده؟ طب انا حابه خروف ليه؟ ما هو عمل لي حاجه عشان اذبح خروف. كل يا بشاكش. اكلت يا عم؟ اكلت. كل يا بشاكش. والله اكلت يا عم، ده اكلت اكل كتير قوي. ده انا لو برضع مش هاكل الاكل ده. عشان تقدروا تلعبوا الماتش. تضحك عليه؟ لا بقى اكيد حضرتك بتقول دعابه. طبعا دي دعابه. ده ما نسفوا الترابيزه. بتقلوش ايه ده؟ هينزلوا يا دوب يرجعوا الماتش بعض. ماتش ايه حضرتك؟ امريكان فوتبول. ايه ده؟ امريكان فوتبول. اوكي. والنبي يا عمي شوف. والنبي بلاش انا، بلاش انا. انا بص، خلينا انا العب في اللعب. استرجل ما نسموهم افضل. يا
في جبال. لا بلا اعرف يا عيلة يا مجانين. يعني ايه ملاش في الشعر؟ قلبنا الشقه حته حته ما لقيناش فيها اي حاجه. انت عارف الديسك ده ما ظهرش في خلال 24 ساعه ايه اللي هيحصل؟ هجيبه لك من تحت طقطق الارض، بس هو يفتح تليفونه. فواي بقى مش كل شويه هتقعدي تقولي ماما والوفاء والحاجات دي بقى، يعني انت عايز تفهميني ان انت ما عيطتيش خالص في حياتك؟ عمري في حياتي ما عيطت. خالص؟ لا طبعا عمري ما عيطت خالص. ولا حتى وانت بتخرطي بصله كده دموع نزلت كده مثلا؟ ها؟ ما عيطتيش دموع نزلت وانت واقفه كده او انت نايمه نزلت كده او متشقلبه نزلت كده؟ حصلش؟ لا 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 مش شخصيتي خالص. هو بيني وبينك الوش المقطقط ده والايدين اللي شبه دي ما تخرطش بصل، دي تخرط كاكا، تخرط تفاح، تخرط كريز. انا ليه طلب عندك بس خايف لتكسفيني. على حسب. ما تشيل الفاترينة بتاعت الكبده اللي انت حطها على عينيك دي. لو سمحتي بلاش بجد، يعني عينيك انت ظلمة عينيكي كده، ممكن اشيلها؟ يعني عايز اشوف عينيكي من تحت الازاز ده. عادي ممكن اقلعها، دي حفظ. انا عندي لينسز كمان لابسها وقار. يعني عايز اشوف عينيكي. بلاش عشان خاطري. اوكي اشيل ولا هتعضي؟ ابو هتعضي. ماشي اقدي بايدي. الله، طب ومخبيهم ليه؟ ها؟ ايه رايك كده؟ سامعاك. ايه ده؟ سامعاك. سامعني؟ خلاص بقى شفت عينيا؟ ايه رايك؟ هات بقى النضارة. هات هات بقى. أقود لبلا. خد يا هاني، الله يحنن عليك. يا يحنن عليك. لحظة ايه يا عم بكر؟ ايه بشويش علينا يا بابا. بقولك ايه، لو بتتنحنع بقى وبتقعد تتمحلس فيا عشان خاطر ارجع الشغل تاني، انا مش بكلمك عشان الموضوع ده، انا بكلمك عشان تيجي تاخد فلوسك اللي ليك عندنا. لا والنبي، تعال خد الفلوس اللي عندنا دلوقتي. بقى ليا فلوس عندكم؟ اسمع، انا عايز اشوف وشك ولا وش رشدي بيه ولا وش رجلي. بس احنا لينا حاجه عندك يا بوشكش. حاجه ايه؟ شويه ال شويه 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 الاسطوانات والاوراق. ايه اعلى مفخلك اركبه يا نادي زباله يا اللي ما فيهوش لعيب الا كسر بعد كسر. سلام يا بخبيه. انت اللي خلعته ولا هو اللي طردك بامانه؟ انا ما انت عارفه كل حاجه اهو. سايل ليه بقى؟ عشان عايزه اطمن عليك. هو انت بقى كنت بتشتغل مع ايه بالظبط؟ يعني كنت ماسك له التعاقدات بتاعه النادي بتاعه. وقبل التعاقدات بتاعه النادي اتعرفت عليه في ماتش اعتزالي. يا هاني، ده انت فكرتني باحلى ايام عمري. ماتش اعتزالي بس مش عارف ليه عملوه يوم جمعه وساعه صلاه. انا نفسي افهم الموضوع. حاجة غريبة. انت عارف ان رشدي هلال ده حواليه شبهات ولا لا؟ ايه ماشي مع ابن الجيران يعني ولا ايه؟ بجد يا بوشكش انا ما بهرجش. الراجل ده سمعته زي الزفت. في ناس بتقول انه بيتاجر في السلاح، وناس تانية بتقول انه بيتاجر في المخدرات، وناس تالتة بتقول. ولا بلاش، مش عايزة اتكلم على اعراض حد. اعراض ايه؟ ده الراجل بقى معاه عيلين من الكلام اللي انت بتقوليه ده. وبعدين الراجل ده بصراحة بقى لو كان في حاجة عليه انا كان يعني كان زمانه اتمسك من زمان. انت عارف ان رشدي هلال مش سهل انه يتمسك. ليه يا ست بيجري بسرعة يعني ولا ايه؟ انا بس هتجرأ وهقدم لك بس هدية بسيطة كده. ميرسي. علبة عجبني الملمس بتاعها في القطايف كده. ميرسي. حلو قوي. نخليك. ايه ده؟ ايه؟ دي فاضية. ايوه انا اسف، اصل كنت جايب واحدة تانية صغيرة كانت ارخص فجبت جبت واحدة اغلى. فشلتها بقى هنا كده. الهلال عشان تفتكريني في رمضان. الله حلو قوي. ميرسي يا بوشكش. عجبتك بجد والله؟ قوي تحفه. الله يخليكي. ميرسي.
اتهاد وتحابه، عارفه؟ اتهاد وتحابه يعني نتهاد احنا الاثنين، فده بيبقى حب يعني. حب مش حب يعني، بس يعني حب فيه ود يعني. فانت لو اديتيني هديه زيها سلسله هتبقى انت فاكراني كويس في رمضان بالهلال، وانا فاكرك بعد رمضان في شوال. سلسله يا ريت يا ريت لو سلسله تبقى بجد. بس انا خايفه ما تعجبكش. اكيد هتعجبني من المصحف، والله اكيد هتعجبني. ايه ده يا هانيه؟ ده بابا كسبها في اخر مصارعه التيران ده ولا ايه ده؟ هايله والله. عجبتك؟ اه طبعا. مش من بابا؟ ممكن اجيب الشنطه بس؟ اه اتفضل. تقطع الجيم وسنين والسود. على فكره متشكر قوي على صينيه الشاي اللي انت مقدمها لي دي، متشكر قوي يا هاني. العفو. بكر اسمع لاخر مره، نفذ اللي قلت لك عليه. اوكي رشدي بيه. انا مش فاضي اللي اعمل عيادتك. هيحصل، ما تستهبلش يا بوشك. وحياتك يا بكر بيه، النار كلت كل حاجه، حتى كيلو اللحمه اللي في الفريزر كلته، العيش المفقع اتحرق، والطري اتقمر. اسمع يلا، حياتك قصاد الاسطوانه دي، بطل بقى تلعب لعبه انت مش قدها انت والبنت اللي ملموم عليها. بقول لك ايه يا بكر بيه، بقول لك ايه، والنبي مش ناقصه تهديد. هي انا خلاص مش فارقه معايا، انا عمال اتكحول كل شويه لما خلاص قربت اتقلب قرد، فمش ناقصه بقى تيجي تحدف لي في قشر موز يمين وشمال. الله، وبعدين تعالى لي هنا يا اسطوانه. ايه دي اللي سايبها منفصلك قوي كده؟ انا هعتبر نفسي ما سمعتش ولا كلمه من اللي انت قلتها، وهسيبك تراجع نفسك لغايه ما تجيني باللي انا عاوزه وانت راجع. مش هيحصل، مش هيحصل يا بكر بيه، الا لما الاقي انا حاجه على مزاجي، حاجه كده بتتلبس في الرقبه شكلها مقطقط، حاجه دي يوم ما هلاقيها هرجع لك جامد قوي. ومش انت لوحدك بس، لا انت ورشدي بتاعك. بس يا سيدي وعلا، وهيخرجك في عيد ميلادك؟ ده الواد شكله وقع قوي. بس تعرف انا حاسه ان الواد ده غير العصابه اللي ملموم عليها دي خالص، يعني طيب كده وجدع غلبان، بس على مين؟ برضه هحاول معاه. هتحاولي بشكلك ده؟ ايه يا عم انت ده؟ ماله شكل؟ ما انا لابسه قميص وبنطلون اهو، ولا اطلع لي شنب يا بنتي. لا بس بشكلك ده مش هتعرفي توصلي اللي انت عايزاه. ايوه صح عندك حق، بس انا هوريك. هتيجي؟ ما هتجينيش. هتنطرني؟ ما هتنطرنيش. هتزحلقني؟ ما هتزحلقنيش. ايه ده؟ هانيا؟ لا والله يا هانيا بجد انت اختلفت خالص. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده؟ إيه ده؟ بس بقى ما تكسفنيش. شفت نفسك في المرايه عامله ازاي؟ شعرك فراتيه وحلقات دقنك ايه ده ايه ده ايه ده بجد؟ انا اتثبتت انت. ايه ده؟ يلا بقى اطلب لي حاجه كلها. انت جايه دايسه جامد ليه كده؟ جايه عايزه اكل على طول كده. اسمحي الورده دي تبقى ليام. ايه ده؟ لا معلش كنت قاعد عمال اقول يا ترى هتفرقعني ولا ما تفرقعنيش. قبل الاكل بقى وقبل ما نلغوص ايدينا انا محضر لك مفاجاه. اتفضل. كل سنه وانت طيبه. مساء الخير. هي دي؟ ايوه. ايه اللي هي؟ كل سنه وحضرتك طيبه. وانت طيب. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to هايلة. Happy. هايلة ايه؟ هانية هانية. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to هانية. هانية صح صح. أيوة هانية هانية. Happy birthday to you هانية. شكرا. ايه ده بتقلي الخفايف بالليل ولا ايه؟ غريب قوي. ليه غريب ليه؟
ايه ده ايه ده؟ لا بالراحه عليا، انا مش قد الكلام الجامد ده. تتصور اللي عملته النهارده ده خلاني احس ان انا عايشه لوحدي طول عمري. حتى اهلي عمرهم ما احتفلوا بيا ولا حتى قالوا لي كل سنه وانت طيب. يا ستي بس بالراحه كده شويه بس، انت يعني بيني وبينك بقى كده يعني عشان ما نقلبهاش غم، بيني وبينك تعالى نتكلم. ها انت منتظره ايه من العصابه اللي موجوده عندك في قلب البيت؟ النبي منتظره ايه؟ دول لو فكروا يفسحوك هيودوك افغانستان والله، ويوم ما تطلع في ابنهم يعملوا عيد ميلاد لهانيا بنتهم هيعملوه في عيد الجلاء. انت نصيبك بقى في الهدايا، طبنجه، سمكي، نص الي، المهم ان لازم يكون في جريمه قتل هتتم في الليل. بيني وبينك بقى في شوية كده مز كده عمل لك الحفله دي والقعده دي قبل كده. ايه ده ايه ده ايه ده؟ انا ما اسمحلكش بالكلام ده، انا مش بتاعت كده خالص. ايه اللي انا مش بتاعت كده خالص؟ هو انا قلت لك تعالي البيت؟ انا بقول لك يعني انت تركيبتك ايه وكيانك ايه؟ انسى. سوف لا نشتري شجره، ستكونين انت الشجره وسنعلق عليها احلامنا. اي طبعا. وهمومنا وهدومنا وبنطلوناتنا. كل احبك قيد زيد وسمتي، فبغير حبك لا اكون جميلا. يا اغنيه كاظم الساهر، بس ده طبعا كاظم الغيظ. هنقول احنا لسه حبايب، يوه ما خلص قلنا. هنقول لسه قلبنا داي، يوه ما خلص قلنا. هنقول احنا لسه حبايب، يوه بقى. ايه 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 يا غالي يا غالي، هي خلاص وخلاص. انا عايز ابسطك. تبسطني ايه وتزفتني ايه؟ احنا ما اتفقناش على كده. احنا مش اتفقنا؟ لا ما اتفقناش على كده، وما تعملش كده تاني مره، ما تعملش كده تاني مره. احنا متفقين على اغنيه واحده بس، هابي بيتزا، صح؟ هابي بيتزا، مش كده حصل ولا لا؟ دخلتلي بكاظم الساهر وسددتلي جيوب الألف بوسكيت، ودخلتلي بعدها بمصطفى قمر. هنقول احنا مش ناقصة. طب اسمع دي، اسمع دي. مش هسمع دي. وايه القرف اللي انت لابسه ده؟ ايه؟ لابس لي قعدة عربي؟ يلا يلا جبتك يا عم. نأسس التباهي تأسيس أساسي يعني في الغلاسة. أنا أرد على التليفون بس لحظة. ألو؟ أيت هاني قاعد مع مين؟ تضرب محشي؟ اضرب محشي.